طابت اوقاتكم سيداتي وسادتي، اهلا بكم في هذه الاطلاله الجديده من ملف اليوم والتي نتابع فيها واياكم. هل من مواقف عمليه حيال قرار عدم تجديد عمل بعثه المراقبه في الخليل؟ وتقرير اوروبي يؤكد سياسات الاحتلال التمييزيه بحق شعبنا. في ملف اليوم هذه الليلة، وبنكهة المزايدات الانتخابية، الاحتلال يجدد منع عمل مؤسسات المقدسية. سيداتي وسادتي، هذه الملفات بالتحليل والمتابعة مع ضيوفنا الذين ينضمون إلينا. نبدأ هنا في الاستوديو بالسيد شعوان جبارين، مدير عام مؤسسة الحق، أهلا بك معنا. وأيضا سيداتي وسادتي، ينضم إلينا عبر الخط الهاتف كل من شادي عثمان المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، وأيضا السيد عماد حمدان، وهو السيد عماد حمدان مدير عام لجنة إعمار الخليل، ينضمان إلينا عبر الخط الهاتفي. ولاحقا أيضا سيكون معنا السيد خالد دودين، نائب محافظ الخليل. نبدأ هنا مع ضيفنا السيد شعوان. حكومة الاحتلال قالت نحن لا نريد أن نمدد التفويض الممنوح لهذه اللجنة، فكيف ينعكس ذلك على الأوضاع من الناحية الحقوقية تحديدا في الخليل؟ أولا، عمل تواجد الدولة المؤقت في الخليل، والذي يعرف لدى الفلسطينيين بعبارة تيف، وهي الاختصار من الكلمة الإنجليزية، هي بموافقة الطرفين أولا، وهي ترجمة كانت لقرار مجلس الأمن 904 عام 1994 بعد مجزرة الخليل. وبالتالي هنا أنت تتحدث عن اتفاق ما بين الطرفين، والذي يعبر عنه بالبروتوكول في الاتفاقية المرحلية الثانية الذي يسمى بوصله 2 عام 95. وبالتالي الترجمة كانت في هذا المجال هي موضوع إيجاد آلية معينة للمراقبة حول ما يجري بالخليل. واختيار الخليل ليس مصادفة. أولا، مستوى الضغط، مستوى الانتهاكات والجرائم، وخصوصا أنه تشكيل هذه اللجنة جاء بعد مجزرة الحرب، بعد المجزرة التي راح ضحيتها 29 شهيد في ذاك اليوم. طيب، سنكمل حديثنا سيد شعوان، لكن دعني أن أذهب بالسؤال قبل أن نذهب إلى أول التقارير التي تتحدث عن هذا الموضوع. أتوجه بالسؤال سريعا إلى كل من السيد شادي وأيضا السيد عماد. سيد شادي عثمان، الاتحاد الأوروبي غير أنه عبر عن قلقه وأنه يرى أن هناك خطورة ما في عدم التجديد الممنوح لتفويض وجود هذه وعمل هذه البعثة، ماذا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يقول أيضا؟ مساء الخير. أولا، الاتحاد الأوروبي قال في بيان صدر عنه بالأمس أن الاتحاد الأوروبي طبعا يعارض هذا الإجراء الذي قامت به الحكومة الإسرائيلية. كما تعلم هناك دولتان أوروبيتان، إيطاليا طبعا والسويد، هما يشاركان في هذه القوة في هذه البعثة، وبالتالي هناك خطر حقيقي في حال لم يتم التجديد لها بزيادة وتيرة العنف على الأرض، وخاصة في مدينة الخليل. ما يمكن أن يقوم به الاتحاد الأوروبي بالإضافة للاتصالات الدبلوماسية التي تجري سواء بين الاتحاد الأوروبي أو بين الدول التي لها علاقة مباشرة بهذا الموضوع، ومحاولة طبعا ثاني الحكومة الإسرائيلية عن المضي قدما بهذا القرار. عن باقي الدور أو الدور الأهم الذي من الممكن أن يلعبه الاتحاد الأوروبي، سأسألك مزيدا من الأسئلة، ولكن بعد أن نذهب إلى ضيفنا من الخليل السيد عماد حمدان، وهو مدير عام لجنة إعمار الخليل. سيد عماد، مساء الخير وأهلا بك معنا في ملف اليوم. كلجنة إعمار الخليل، كيف تنظرون إلى وقف العمل هذه البعثة بقرار إسرائيلي، المخاطر المترتبة على ذلك؟ نعم، يعني هناك مزيد من أعمال العنف من قبل الإسرائيليين تجاه الفلسطينيين متوقعة في ظل غياب رقابة دولية، ونحن نقول أن سوف يكون هناك مزيد من مصادرة الأراضي والعقارات والممتلكات الفلسطينية، مزيد من التوسعة الاستيطانية في قلب مدينة الخليل في ظل غياب رقابة دولية. يعني حتى في ظل وجودهم كانت كل هذه الأمور تصير وتحصل، ولكن قد يكون هناك نوع من الخجل عندما يكون المراقب الدولي
يقف أمام الحاجز أو أمام المستوطنين في شارع الشهداء ومنطقة السهلة وأمام الحرم الإبراهيمي، كان تصرف هؤلاء الإسرائيليون يختلف عن في حال غياب هذه الرقابة الدولية. فيعني وجودهم هو مهم، هناك تقارير نعم سيد ترفع لهذه الدول التي يمثلونها. طيب سيد عماد، نعم أعذرني على المقاطعة، أنت وكل من السيد شعوان وأيضا السيد شادي اسمحوا لنا أن نذهب بصحبتكم إلى التقرير التالي الذي يضعنا أكثر وأكثر في تفاصيل الملف الأول والمحور الأول في هذه الحلقة من ملف اليوم. سيدتي وسادتي نذهب بكم الآن إلى هذا التقرير الذي يضعنا في صلب المحور الذي سنتوسع أكثر في الحديث، نتابع وإياكم. لاقى قرار حكومة الاحتلال إنهاء وجود بعثة المراقبين الدوليين في مدينة الخليل رفضا رسميا وشعبيا لما في ذلك من دلالات تحملها مثل هذه الخطوة الإسرائيلية بارتكاب مزيد من الجرائم بحق المواطنين من قبل جيش الاحتلال، وكذلك إطلاق يد المستوطنين للاعتداء على المواطنين العزل وفرض السيادة الإسرائيلية على المدينة. رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو كان زعم بأن المراقبين يشكلون ما أسماه عائقا على عمل قوات الجيش والمستوطنين في داخل مدينة الخليل، وأنها تناصر الفلسطينيين وتعمل ضد إسرائيل على حد تعبيرها. البعثة التي يبلغ عددها 80 مراقبا من تركيا والنرويج والسويد والدنمارك وسويسرا وإيطاليا تأسست في أعقاب مجزرة الحرم الإبراهيم عام 94 حينما قتل المجرم باروخ جولدشتاين 29 مواطنا داخل الحرم، وتكمن مهامها في كتابة ورصد الخروقات الإسرائيلية بحق المواطنين في المدينة. فسلطات الاحتلال التي لم تتوقف يوما عن اتخاذ إجراءات من شأنها ملاحقة كل ما هو فلسطيني وبغطاء أمريكي، اتخذت قرارا بتمديد إغلاق 6 مؤسسات فلسطينية في سياق العدوان المستمر على القدس ومؤسساتها ومواطنيها بهدف تصفية الوجود الفلسطيني وتهويد المدينة المقدسة وتعزيز سياسة التطهير العرقي وبسط السيطرة على جميع مناحي الحياة فيها. وشمل قرار الاحتلال تمديد إغلاق مؤسسات بيت الشرق والغرفة التجارية والمجلس الأعلى للسياحة والمركز الفلسطيني للدراسات ونادي الأسير ومكتب الدراسات الاجتماعية والإحصائية وأي نشاط لهذه المؤسسات بزعم أنها تابعة للسلطة الفلسطينية. وتأتي مثل هذه الخطوة بحسب المسؤولين الإسرائيليين لعدم السماح بأي محاولة للسلطة لوضع مواطئ قدم في مناطق تابعة لإسرائيل على حد قولهم. عماد الرماوي لبرنامج ملف اليوم. شكرا للزميل عماد الرماوي على هذا التقرير. كما شهدنا وإياكم سيدتي وسادتي مزيد من الإيضاحات والتفصيل كانت كما ورد في التقرير. الآن السؤال الأبرز والأهم، ماذا بعد عدم تجديد التفويض الممنوح لبعثة المراقبة؟ هل ستبقى الأمور على ما هي ورهنا بيد الحكومة حكومة الاحتلال؟ هذا السؤال ننتقل به من جانبه السياسي إلى جانبه الحقوقي مع السيد شعوان. سلطة قائمة بالاحتلال هي تريد أن تفرض ما تشاء، هذه البعثة كانت على الأقل توثق ما يجري، فيكون الاعتداء على خجل إن صح التعبير، والقوي لا يخجل هكذا يقول المثل. من الجانب الحقوقي ما الذي سيختلف على أهلنا في الخليل؟ شوف، وجود الكاميرا ووجود المراقب قد يكون له أثر بالمعيار النسبي، بدليل أنه الانتهاكات مستمرة في الخليل، بدليل هدم المنازل مستمر، منع الحركة في البلدة القديمة في جزءها الشرقي مستمر، المضايقة وإطلاق يد المستوطنين مستمر، إطلاق النار والقتل مستمر. فلا يوجد هناك شيء منع خلال 22 عام، إذا استعرضت تاريخ 22 عام وهي مدة التواجد الدولي المؤقت في الخليل، الجرائم والانتهاكات مستمرة، البناء الاستيطاني مستمر، الاستيلاء على المنازل مستمر. بالتأكيد هناك الحدث اللحظي الآني، التصرف الآني اللحظي لمستوطن أو لجندي على حاجز قد يكون إلى حد ما مختلف في شدته، ولكن الانتهاكات الأساسية والجرائم، دعني أقول جرائم الحرب
المتمثلة بالقتل والاستيلاء على الممتلكات للمدنيين، هذا موضوع تام وجاري على تحت نظر ووجود تواجد الدولة المؤقت في الخليل، وبالتالي موضوع تهويد البلدة القديمة والنقل القسري للسكان فيها، هذه عملية تعبر عن وجود سياسة رسمية، هي ليست فعل من أفعال المستوطنين فقط، يعني تقول هنا مدنيين وغيره، أنت تتحدث عن سياسة دولة وحكومة. حتى عندما يطلقون بعض هذه رؤساء الأحزاب يطلقون حملتهم الانتخابية، أحيانا يذهبون إلى مدينة الخليل لإطلاقها من الخليل لأخذ أصوات المستوطنين وإظهار التشدد والقهر للفلسطينيين، هذا هو الموضوع، وبالتالي نتحدث عن شيء سياسي. ماذا فعلت يعني قوة التواجد الدولي المؤقت؟ هذا موضوع ثاني. أنا باعتقادي بالمعيار الجدي والجوهري لم يحدث هناك أي شيء، كان هي هناك تواجد بعد العصي، هي تواجد بعد العصي ويراقب، لا أقل هي من هي لم أهمية هي لم تراقب. هي يعني لم يكن مطلوب منها إلا أن تراقب وتوثق صحيح. ما يجري حتى على التوثيق ما هو في سؤال هناك، نعم. التوثيق من أجل التوثيق أم التوثيق من أجل أن يلحقه لاحقا، نعم. خطوات عملية من هذا سيكون شق آخر سنتحدث عنه بعد أن تسمح لي بأن أتوجه بالسؤال الآن إلى كل من السيد عماد حمدان وأيضا السيد شادي. سيد شادي، قلت قبل أن نذهب إلى التقرير بأن الاتحاد الأوروبي عبر عن رفضه لهذا القرار الإسرائيلي القاضي بوقف عمل البعثة المؤقتة للمراقبة. طيب، دولتان عضوان في الاتحاد الأوروبي من ضمن هذه الدول التي يتألف منها أو تتألف منها هذه البعثة. طيب، ما البدائل المطروحة؟ ماذا سيكون الموقف؟ هل فقط سنكتفي بالقول أننا نرفض كاتحاد أوروبي، أم أنك يمكن لك أن تشير إلى أن هناك تحركات هنا وهناك في دائرة وفي إطار الاتحاد الأوروبي لحث سلطات الاحتلال على التراجع عن قرارها؟ يعني لنكن واقعيين، في ظل الوضع الحالي لن يكون هناك يعني ضغط كبير يعني وقف مثل هذا الإجراء. الاتحاد الأوروبي أو الدول الأوروبية تقوم باتصالاتها مع الحكومة الإسرائيلية، تحاول طبعا من خلال هذه الاتصالات أن تقنع الحكومة الإسرائيلية بالعدول عن مثل هذا القرار، ولكن الموضوع هنا أكبر بكثير. نحن نتحدث عن سياسة استيطانية إسرائيلية تقوم بإجراءات مختلفة على الأرض، من هذه الإجراءات ما حصل في الخليل وما حصل مع بعثة التواجد، هذا جزء من السياسة الاستيطانية، جزء من هذا الحراك الاستيطاني الموجود في كافة مناطق الضفة الغربية، في كافة المناطق المصنفة جيم، وهذا أيضا موضوع سياسي بامتياز. هناك كما قلنا حوار، هناك نوع من الضغط من الجانب الأوروبي، ولكن ما يحدث على الأرض للأسف هو فرض الحقائق من قبل إسرائيل. سيد شادي، يعني ما أتيت على ذكره هو في الإطار العام، لكن هل هذا يعني بأن هناك انقسام داخل دول الاتحاد الأوروبي حيال التصرف باتجاه هذه السياسات الإسرائيلية، لطالما هذه الدول نددت واستنكرت وأعطت توصيفا لما يجري على الأرض؟ لكن الانتقال إلى مسألة الفعل، ما الذي ينتظره؟ هل الانقسام أو الهوة بين الأطراف الأوروبية واسعة لهذه الدرجة بحيث هي غير قادرة على اتخاذ موقف موحد؟ نعم، أنت تتحدث عن 28 دولة حتى الآن، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، هذه 28 دولة لها سياسات خارجية مختلفة، هناك لها مصالح مختلفة، بعضها لها علاقات طبعا مع إسرائيل، مع الحكومة الإسرائيلية، ليس من السهولة إيجاد إجماع بين هذه الدول 28. أنت تعلم اتخاذ أي قرار في داخل الاتحاد الأوروبي يحتاج لإجماع هذه الدول 28، ولكن يجب أيضا أن لا نغفل ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية. كان هناك قرارات مهمة للاتحاد الأوروبي، العودة إلى الأساس القانوني في العلاقة مع إسرائيل فيما يتعلق لنقل بالمستوطنات، مثل وضع علامات على المنتجات التي تأتي من المستوطنات، حرمان أي مؤسسة تعمل في المستوطنات الإسرائيلية من الحصول على التمويل الأوروبي. كل هذه الخطوات نعلم يمكن أن لا تكون كافية ولا ترضي الكثيرين من الفلسطينيين، وهناك مطالبات دائما لما هو أكثر، ولكن على الأقل هناك محافظة على الموقف المبدئي، وهناك بعض الإجراءات التي تساهم على الأقل في إعطاء بعض الأمل فيما يتعلق بحل موضوع الاستيطان.
سأتحدث معك عندما نفتح الملف التالي عن التقرير السري الذي تحدثت عنه ليموند الفرنسية عن التمييز، لكن ليس هذا هو المحور الذي أريد أن أتحدث فيه بشكل موسع، لذلك اسمح لي أن أذهب إلى ضيفنا التالي مع رجائي ببقائك معنا. نذهب إلى السيد عماد حمدان، مدير عام لجنة إعمار الخليل. سيد عماد، المواطن بكل صراحة سيقول كالتالي: تواجدت اللجنة أو لم تتواجد، نحن تحت الاحتلال، والاحتلال هو ومستوطنيه سيواصلون انتهاكاتهم بحقنا، وبالتالي قد لا يكون الأمر مهما من الناحية النظرة العامة بالنسبة لأي مواطن بسيط وأي مواطن طبيعي. كيف تعلق على هذه الجزئية؟ نعم، يعني أنا أشاطر الأخ شعوان فيما تحدث أنه لا يوجد تغيير على أرض الواقع، ولكن دعني أقول أن مهمة هذه البعثة تكمن في رصد وتوثيق الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين الذين يتعرضون يوميا لهذه الاعتداءات والانتهاكات في قلب مدينة الخليل. وكنا نتوقع أن يكون هناك ردة فعل من المجتمع الدولي أولا، وعلى وجه الخصوص من الدول التي يمثلونها أعضاء وعناصر هذه البعثة، وهي النرويج وسويسرا والسويد والدنمارك وإيطاليا إضافة إلى تركيا. ولكن حقيقة لم يكن هناك ردة فعل نهائيا من قبل هذه الدول، ولكن نحن نقول على الأقل. طيب، فقط للتوثيق سيد عماد، هذه الدول نددت وعبرت عن امتعاضها من القرار الإسرائيلي وحثت سلطات الاحتلال عن القرار. يعني هي عبرت عن امتعاضها من القرار، ولكن على مدار 22 عام لم يكن هناك هذه ردة الفعل المطلوبة على مستوى الاعتداءات التي تحصل. ولكن أنا يعني أريد أن ألخص بامتيازات وجود هذه البعثة. وجود هذه البعثة يعني هي وثقت للتاريخ ووثقت بشكل حيادي أن هذه الاعتداءات تقترف يوميا من قبل الإسرائيليين تجاه الفلسطينيين، وأصبحت في ذات الوقت هي مصدر معلومات للعديد من الدول، ليس فقط الدول التي تمثلها، ولكن لمعظم الدول الأوروبية والغربية حتى أمريكا. يعني في حال أنه يريد أن يزور دبلوماسي أو مسؤول مدينة الخليل ويريد أن يطلع، يقوم بالالتقاء بهذه البعثة ويستمع منهم، ونحن على يقين أن تقارير هذه البعثة هي في الصالح الفلسطيني. وأكبر دليل عن عما يجري وقرار نتنياهو بإيقاف هذه البعثة. فوجودهم لا شك أنه له امتيازات، بالرغم من أنه لا يرتقي إلى المستوى المطلوب في ردة فعل المجتمع الدولي تجاه ما يحدث. نعم، شكرا جزيلا للسيد عماد حمدان، مدير عام لجنة إعمار الخليل، على وجودك معنا. وأبقى مع ضيفي هنا في الاستوديو السيد شعوان جبرين، مدير عام مؤسسة الحق، وأيضا شادي عثمان المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي. كما سينضم إلينا بعد قليل السيد خالد دودين، نائب محافظ الخليل، وسيكون معنا مباشرة عبر الأقمار الصناعية. سيد شعوان، قلت كلمة توثيق، والسيد عماد قبل أن نودع قبل قليل أشار إلى هذه النقطة. هذه لجنة محايدة لديها موثوقية، وتثق مختلف الأطراف بما تقوله من بيانات وإحصاءات. التوثيق كيف نفهمه هنا؟ هل هو فقط توثيق مجرد توصيف للأمور على الأرض، أم توثيق يمكن البناء عليه فيما بعد ليصبح مادة يمكن محاكمة مرتكبي الجرائم بناء عليها؟ أولا يعني لا أريد أن أضخم دور بعثة التواجد الدولي المؤقت على أهميته ما بديش أضخمه، بالعكس يعني أنا بقدر تماما أعضاء البعثة وجميع من خدم فيها، وباعتقادي جميعهم شاهدوا بأم عيونهم ماذا يجري للفلسطيني هناك، عادوا إلى بلدانهم متأثرين بما شاهدوا، لأنه يعني ما يجري بالخليل باعتقادي يهز ضمير أي إنسان على وجه البسيطة. لذلك هم ساهموا في مجتمعاتهم بغيرهم كبشر كأعضاء في هذه المجتمعات، ولكن بصراحة التوثيق هو ليس هدفا بحد ذاته. التوثيق يجب أن يؤدي إلى مسألتين: الأولى أولا تعزيز الحماية للمدنيين تحت الاحتلال، وهذا واجب،
نعم. على الاحتلال وقوة الاحتلال، سواء كان هناك بعثة تواجد أو لا يوجد بعثة تواجد. شيء ثاني، الدول المشاركة في هذه البعثة اللي هم 5 دول تقريبا، نرويج، إيطاليا، السويد، سويسرا، تركيا، أنت بتحدث هذول أطراف في اتفاقية جنيف، يعني حتى هم كدول أعضاء في المجتمع الدولي وهم أطراف في اتفاقيات جنيف عليهم واجبات عندما يتعلق الأمر بالانتهاكات الجسيمة أو جرائم الحرب. يعني الانتهاكات الجسيمة توازي جرائم الحرب، وبالتالي هنا عليهم واجبات، جزء من هذه الواجبات تدخل لإيقاف واتخاذ إجراءات قضائية وغيرها. لذلك إذا هذه التقارير لم تؤدي بهذه الدول للارتقاء لمستوى اتخاذ أفعال وخطوات، نحن نتحدث عن 22 عام إن لم أكن مخطئا، نتحدث عن تراكم هائل من المعلومات. لذلك أنا عندي نقطة واحدة وحيدة الآن، قالوا هذه الدول بوزراء خارجيتهم أصدروا بيان يعني قبل يومين، قالوا فيه إنه هذا تصرف من طرف واحد وهذا خرق، نعم. وهذا خرق وتجاوز لما تم التوقيع عليه في أوسلو 2، ولذلك هذا سلوك من طرف واحد. أنا أقترع عليهم أنه يمارسوا واجباتهم ويقدموا هذه التقارير، نعم. التي تم تزويدهم فيها بشكل يومي وأسبوعي وشهري وساعة بساعة وكل، نعم. هذه الأمور أن يتم تقديمها للمحكمة الجنائية الدولية، خصوصا ما بعد 2014 وما بعد 2014. لماذا بالتحديد هذه الفترة؟ هذه الفترة لأنه هذه الفترة التي تختص فيها المحكمة الآن في النظر بما يجري في فلسطين وما جرى في فلسطين. إحنا أعطيناها هذا الاختصاص كفلسطينيين، نعم. دولة فلسطين أعطتها الاختصاص من هذه الفترة. سيد شعوان، أقاطعك وأنوه لك وللسيدات والسادة أيضا، حسب ما ورد من زملائنا قبل قليل كان هناك تصريح خاص به سعادة السفير رياض منصور مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، وقال بأنه هناك جلسة مغلقة ستعقد في مجلس الأمن يوم الأربعاء القادم لبحث هذا الموضوع، وهو محور حديثنا الأول في هذه الحلقة من ملف اليوم. إذن جلسة مغلقة يعقدها مجلس الأمن يوم الأربعاء القادم، وذلك لبحث الملف المتعلق بالقرار الإسرائيلي الأحادي المتعلق بعدم تجديد التفويض الممنوح لبعثة التواجد الدولي المؤقت في الخليل. سيد شعوان، أعتذر منك على المقاطعة وأطلنا على سيد شادي، نتمنى أن يبقى معنا، لكن لابد أن نرحب بسيد خالد دودين الذي انضم إلينا الآن، نائب محافظ الخليل. مساء الخير، أهلا بك معنا في ملف اليوم. مساء الخير لك ولكل المشاهدين. يعني أعرف بأن هناك ظرفا طارئا منعك من الحضور منذ بداية الحلقة، على أي حال قبل وجودك معنا تحدثنا في التفاصيل المتعلقة بدور هذه اللجنة وكل ما فيها في محافظة الخليل. سيد خالد، كيف تنظرون إلى غياب البعثة؟ يعني دعنا ننظر إلى كيف يعني وجود البعثة وحضور البعثة قبل أن نتحدث عن غيابها. حقيقة يعني بعثة التواجد الدولي متواجدة في الخليل منذ عام 1994 بعد مجزرة الحرم، وغابت فترة وعادت هذه البعثة في عام 1996. وحقيقة يعني على مدى هذا التاريخ كانت بعثة التواجد الدولي هي الشاهد العيان الوحيد، الشاهد على جرائم الاحتلال وجرائم المستوطنين في منطقة إتشتو، في المنطقة التي تسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي يعني كل التقارير التي كانت تصدر عن هذه البعثة، وهي بالمناسبة يعني تقارير شهرية وتقارير ربعية توزع على الجانب الفلسطيني وعلى الجانب الإسرائيلي وباقي الدول المشاركة في هذه البعثة، لم يكن يعني هي تقارير محايدة بشكل مطلق. هم كانوا ينقلوا ما يجري على الأرض دون أن يعلقوا يعني على هاي الأحداث، ينقلوها بالصورة الكاملة الموجودة عليها. ولكن تقصد يعني كانت محايدة، تقصد كانت تقارير موضوعية محايدة. نعم كان، نعم. تقارير موضوعية محايدة كما يحدث على الأرض دون، نعم. أن يعلقوا عليها كما هي. وبالتالي يعني الحكومة الإسرائيلية والاحتلال الإسرائيلي لا يروق لهم أن يكون هناك طرف ثالث، لأن وجود طرف ثالث يدل على أن هناك اتفاق، يعني بروتوكول الخليل واتفاقية أوسلو. وبالبعد السياسي لا يريد أن يكون هناك طرف ثالث. طيب سيد خالد، وجود اتفاقية. إذا كانت هذه اللجنة بتوثيقها المحايد والموضوعي قد أثارت امتعاض حكومة الاحتلال لتتهمها بأنها
بعثة غير محايدة وأنها تتبنى الرواية الفلسطينية. بعد غياب هذه البعثة نظرا للقرار الإسرائيلي الأخير الذي بات معلوما للجميع، كيف يمكن لنا يعني أن نعوض مكانها بشكل مهني وموضوعي ليبقى التوثيق قائما إلى حين إيجاد حل أو بديل عن هذه اللجنة، أو أن تعود اللجنة؟ لا أحد يدري كيف ستكون صورة المشهد. يعني نحن مبكرا يعني منتبهين لهذا الموضوع، ونحن نتوقع في أي لحظة أن يقوم الاحتلال الإسرائيلي بإصدار مثل هذا القرار. حقيقة هناك عدة في مؤسسات تهتم بحقوق الإنسان، وعد يعني نحن في محافظة الخليل الآن يوجد كل مديريات السلطة موجودة في البلدة القديمة، يوجد مفتشين، توجد منظمات حقوق إنسان، توجد حراكات بشكل دائم وبشكل مستمر. يعني اليوم هناك حضور لمؤسسات المجتمع المدني بشكل دائم في المنطقة الجنوبية وفي منطقة البلدة القديمة، ولكن وجود البعثة الدولية حقيقة يعني كان يساعدنا على تصدير الإجرام الإسرائيلي وتوزيعه على الدول الأوروبية ودول العالم. حقيقة يعني في البعد السياسي هذا الموضوع هناك منافسة حادة بين الكتل الإسرائيلية في استقطاب المستوطنين لصالحهم، وأول شيء بدأ به نتنياهو هو إيقاف تواجد بعثة التواجد الدولي في الخليل. نعم. على أرضية يعني التقاط وأخذ السبق، لأنه عادة الضحية للانتخابات الإسرائيلية دائما. سيد خالد عذرني على المقاطعة لأن الوقت المخصص للملف الأول في هذه الحلقة كاد ينفد. سؤالي لك هو، هل غياب هذه البعثة بسبب القرار الإسرائيلي الأخير يثير لديكم أي خشية؟ ولنكن واضحين وموضوعين وموضوعيين، يثير لديكم الخشية من أن تقدم سلطات الاحتلال على ارتكاب أي عدوان بمعناه الحقيقي؟ هذا صحيح، وجود بعثة التواجد الدولي كان يشكل رادع إلى حد ما لتجاوزات المستوطنين والجيش الإسرائيلي. اليوم لا يوجد أي شاهد دولي على ما يجري في البلدة القديمة في الخليل والمنطقة الجنوبية. حقيقة هذا فتح الباب على مصراعي للمستوطنين والمتطرفين وفي الحرم الإبراهيمي أيضا ليعملوا ما يريدوا وما يحلو لهم على أرضية أن لا يوجد أي اتفاق، وما تبقى من هذا الاتفاق بإلغاء وجودهم في منطقة الخليل لن يكون يعني أي أثر لأي اتفاق سابق في هذا الموضوع. شكرا جزيلا للسيد خالد دودين نائب محافظ الخليل على وجودك معنا في هذه الحلقة من ملف اليوم. سيد شعوان، قبل أن نفتح الملف التالي والمتعلق بالتقرير الذي كشفته لموند الفرنسية عن كل الانتهاكات الإسرائيلية والتمييزية، ماذا يمكن لك أن تضيف من الجانب الحقوقي على ملف إلغاء استمرار عمل البعثة، بعثة المراقبة المؤقتة في الخليل؟ في خطوة سياسية، وهناك عدم اعتبار للقانون الدولي من جانب سلطة الاحتلال. أولا هذا الأمر جاء ترجمة إلى حد ما، ترجمة لقرار مجلس الأمن 904. شيء آخر، إذا كانت بعثة التواجد الدولي المؤقت في الخليل وهي كتاب التقارير مرفوضة وغير مقبولة من دولة الاحتلال، فما بالك عندما تتحدث أنت عن آليات أخرى للحماية. والأمين العام للأمم المتحدة حاول أن يقدم تصور بناء على طلب فلسطين من الجمعية العامة موضوع آليات الحماية للفلسطينيين. اليوم نحن نتحدث عن موضوع الحماية بدرجة أساسية. كان هناك مطلب واضح من السيد الرئيس محمود عباس بتأمين الحماية الدولية، ولا زال. وبالتالي باعتقاد إسرائيل هي ترسل برسالة واضحة تقول فيها لا يمكن أن أقبل بأي آلية. أنا أرفض تماما تدخل المجتمع الدولي، رغم أنه هذا التدخل هو قانوني بالدرجة الأساس وهذه مسؤوليته بالدرجة الأساس. أضيف نقطة أساسية واحدة، خلال هذه الفترة الطويلة ولا زال هناك معرفة للأسماء التي ارتكبت هذه الجرائم
بالاسم، لماذا تتمتع هذه الأسماء وقيادات المستوطنين بالحصول على الفيزا الحرة المفتوحة لدخول دول الاتحاد الأوروبي أو دخول بعض الدول الأخرى؟ النرويج ليست جزء من الاتحاد الأوروبي. دعني أنتقل، دعني أنتقل بهذا السؤال مباشرة إلى السيد شادي عثمان الذي أطلنا عليه ونشكره على بقائه معنا. سيد شادي، اعذرنا أطلنا عليك، أنتقل بسؤال السيد شعوان إليك. يقول السيد شعوان كحقوقي بأن هناك عدد من الأسماء التي ارتكبت جرائم وأعمال مخالفة للقانون الإنساني تحصل على تأشيرات وبسهولة لعدد من دول الاتحاد الأوروبي، هل من تفسير لديك لهذا الأمر؟ نحن نعي أن هناك مطالبات من كثير من الأطراف ويثار هذا الموضوع بشكل دائم، ماذا يمكن أن يفعل الاتحاد الأوروبي نحو العنف المستوطنين، ما يقوم به المستوطنون في الأراضي الفلسطينية؟ هناك حالات كثيرة، وهناك طبعا بعض المستوطنين الذين حوكموا من جانب السلطات الإسرائيلية لجرائم ارتكبت نحو الفلسطينيين. هذا الموضوع ليس بالسهل، كما قلت في البداية الاتحاد الأوروبي هو منظومة من 28 دولة، وبالتالي للوصول إلى قرار مشترك ينبغي موافقة هذه 28 دولة. هناك طموح كبير، ونعلم هناك أيضا مطالبات كثيرة من الجانب الفلسطيني ومن أيضا أطراف في داخل دول الاتحاد الأوروبي بضرورة اتخاذ خطوات عملية لوقف الجرائم المستوطنين، للحد مما يقوم به المستوطنين، أو لوضع عقوبات معينة نحو هؤلاء المستوطنين. لم نصل لهذه المرحلة، لم يكن هناك قرار. يمكن أن يكون هذا الموضوع غير مرضي للكثيرين، ولكن كما قلت المشكلة الرئيسية ضرورة وجود إجماع من 28 دولة لتطبيق أي من مثل هذه الإجراءات. سيد شادي، نتمنى منك أن تبقى معنا أنت والسيد شعوان. سيداتي وسادتي، سنفتح وإياكم الآن ملفنا الثاني في هذه الحلقة من ملف اليوم، ونبدأ مباشرة وإياكم بالتقرير الذي أعده الزميل عماد الرماوي. إذن كان هذا التقرير الذي عده زميل عماد الرماوي مشكورا بالطبع، وتجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير هو يصنف على أنه تقرير سري. مراسل لصحيفة ليموند الفرنسية كان قد كشف عن أن هذا التقرير بشكل سري يتم تداوله في أروقة الاتحاد الأوروبي. لذلك أعود قبل السيد شعوان، أعود مرة أخرى إلى السيد شادي عثمان المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي. سيد شادي، لماذا وصفت ليموند الفرنسية هذا التقرير بالسري طالما أن هذه الانتهاكات والتمييز بأشكاله المختلفة مكشوف ومعروف وتم توثيقه من أكثر من طرف؟ لماذا يوصف بالسري برأيك، وتحديدا أنه يتم تداوله داخل أروقة الاتحاد الأوروبي أو على الأقل في مكتب الاتحاد الأوروبي في الضفة والقدس؟ نعم، هناك مجموعة من التقارير الدورية التي يقوم ممثلو دول الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية بإعدادها. هناك عدد كبير من هذه التقارير يتم إعداده من قبل القناصل ورؤساء بعثات هذه الدول، بحيث يكون مرجعية لعواصم هذه الدول ولمؤسسات الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالوضع على الأرض.
الموجودين هنا طبعا سواء من قنافل وبعثات أوروبية موجودة في الأراضي الفلسطينية تطلع في كل يوم على ما يجري على الأرض، وتقوم بشكل دوري برفع مثل هذه التقارير الداخلية إلى المؤسسات وإلى العواصم الأوروبية لتوثيق ما يجري. طبعا هذه التقارير يفترض أن لا تصل إلى الإعلام، يتم طبعا كما قلنا إرسالها لهذه الدول لتساعد في اتخاذ مواقف معينة، أو تساعد هذه الدول في من ناحية سياسية نحو الأراضي الفلسطينية وما يجري فيها. نعم. طيب اسمح لي سيد شادي بعد طلبي بالبقاء منك أن أنتقل مرة أخرى للسيد شعوان. سيد شعوان، هذا التقرير هو يؤكد على ما هو قائم من انتهاكات سواء وفقتها مؤسسات حقوقية إسرائيلية كبيت سلم وغيرها أو مؤسسات حقوقية فلسطينية، وعبر عنها المستوى الرسمي الفلسطيني بكل أطيافه. برأيك هذه التقارير ما الذي يمكن أن تحدثه؟ ما الفرق الذي يمكن أن تغيره؟ شوف، أتفق مع شادي الأخ شادي في هذا الموضوع، وأقول هناك عديد من التقارير التي تناولت الأمور كما هي، شخصتها وصفتها وحللت بشأنها ما يجري، ولكن للأسف الشديد القصة هي مش عند السفراء عند القناصل ولا عند رؤساء البعثات الدبلوماسية هنا في القدس أو في رام الله. المشكلة تكمن في الإرادة السياسية لدى الدول، لعواصم الدول خصوصا اللاعبين الأساسيين في أوروبا، وبالنهاية انعكاسه على الآلية الجمعية المتمثلة بالاتحاد. ولكن الأوروبي. هناك نقطة هامة يقولها سيد شادي عثمان. سيد شعوان يقول بأنه 28 دولة لا يمكن لها أن تجتمع على رأي واحد في التعامل مع الملف الفلسطيني، وهذا هو المبرر أو هذه وجهة النظر التي ينقلها السيد شادي عثمان كناطق باسم الاتحاد الأوروبي. يقول كيف ل 28 دولة لديها مصالح مختلفة واهتمامات مختلفة أن تتفق على رأي واحد؟ شوف، هذا الموضوع إذا توفرت إرادة سياسية لمجموعة لاعبين أساسيين مؤثرين بالاتحاد الأوروبي، ألمانيا، فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، بريطانيا، هذه دول أساسية مؤثرة في الاتحاد الأوروبي، لو توفرت هناك إرادة سياسية يمكن أن يتقدموا بخطوات بعيدة. عندما قرروا، يعني حتى هناك دول موالية لروسيا، ولكن عندما قرروا بفرض عقوبات على روسيا كاتحاد أوروبي في خلال فترة وجيزة جدا، الاتحاد الأوروبي أخذ قرارات في هذا الشأن. الأمور باعتقادي هي تكمن في غياب الإرادة السياسية، هذه هي المفصل وهذه كلمة السر في هذا الموضوع. هناك الكيل بمكيالين في هذا الاتجاه، وهناك سيمفونية الاختباء خلف 28. أنا لا أنكر أن موضوع 28 هو موضوع حقيقي في هذا الاتجاه في النقاشات، ولكن بالمقابل لا تتعامل الدول واللاعبين الأساسيين في أوروبا، لا تحدث عن أوروبا الشرقية ولا تحدث عن أوروبا الوسطى الآن. طبعا يعني هذا مع تقديرنا، هذا مع تقديرنا ولا مش تشيك ولا كل الأمور، ولكن هذا مع تقديرنا لبعض مواقف الاتحاد الأوروبي تماما المتعلقة بدعم الجانب الفلسطيني سواء كان ماليا أو في المحافل السياسية، وتصويت عدد من هذه الدول أيضا لصالح فلسطين في الاتحاد. أنا في الجانب الإيجابي أنا مش مختلف تماما، ولكن أنا بقول بصراحة حالة المأساة القائمة هي لا تتصل فقط بالجانب الإنساني البحت، هي تتصل بمقومات أساسية على المستوى الدولي والقانون الدولي. يعني هذه الدول حتى بالمعنى الفردي عليها التزامات، دول الاتحاد الأوروبي 28 يجمعها آلية 28. السؤال هناك ماذا عن القرار الفردي لكل دولة؟ عندما يصوتون بالجمعية العامة يصوتون كأفراد، وعندما يصوتون بمجلس الأمن يصوتون كأفراد، وهناك لهم صلاحيات ولهم اختصاص ولهم شرطة ولهم غير، عليهم التزامات بموجب القانون الدولي الإنساني. أين هم من هذه الالتزامات؟ هذا سؤال تحدي، هذا سؤال يتحداهم، وهذا سؤال مقلق وخطير. عندما دول الاتحاد الأوروبي المختلفة وغيرها من الدول عندما تقايض موضوع القانون الدولي بمسائل سياسية هنا أو هناك وغض الطرف عنها، بالنهاية هذا سيؤثر على المستوى العالمي ليس فقط على فلسطين. وأنا عندما أطالبهم لا أطالبهم من زاوية يعني إنسانية، ولا أطالبهم من زاوية أخلاقية، أنا أطالبهم من زاوية رسمية قانونية. هذا توقيعهم، هذه التزامات عليهم، أين هم من هذه الالتزامات؟ هذا ما أنقله مباشرة إلى السيد شادي، وأطلب منه أن يجيبنا على تساؤلاتك سيد شعوان على عجالة قبل أن نرحب بضيفنا السيد واصل أبي يوسف ونفتح معه ملف القدس. سيد شادي، إن كنت سمعت ما قاله سيد شعوان فما قولك فيما سمعت؟
نعم، الاتحاد الأوروبي أيضا في الجانب الإيجابي قبل أن نقول ونتعرض لكل هذه السلبيات. طبعا هناك صعوبات تواجه الاتحاد الأوروبي كمنظومة، كونها كما قلنا تتكون من 28 دولة، ولكن الاتحاد الأوروبي له مواقف مبدئية خلال السنوات الطويلة الماضية، سواء فيما يتعلق بالاستيطان أو القدس الشرقية وعدم الاعتراف بضمها، معارضة ما تقوم به إسرائيل من سياسة استيطانية في كل المناطق، هذه الإجراءات التي تقوض حل الدولتين وتضع علامات استفهام كبيرة حول التزام إسرائيل بحل الدولتين، كل هذه المواقف المبدئية مهمة خاصة في هذه الفترة التي تشهد غياب، وفي مراحل معينة هناك لبس كبير في مواقف دول كبرى حول عملية السلام وحل الدولتين ومدى التزام هذه الأطراف بهذا الحل. وجود الاتحاد الأوروبي كطرف له ثقله ويقول بشكل واضح لا بديل عن حل الدولتين، ممارسات إسرائيل الاستيطانية مرفوضة، يجب أن تتوقف، كل هذه أمور يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، هذه أمور مهمة أن تكون واضحة وأن يكون هناك طرف مثل الاتحاد الأوروبي ليؤكد دائما على الموقف المبدئي والواضح منها. نعم، نعلم أن هناك مطالبات من كثير من الأطراف بدور أكبر للاتحاد الأوروبي، هذا تحدي، وهناك دائما نقاش في داخل أروقة الاتحاد الأوروبي. شكرا شادي. حول ماذا يمكن أن نعمل أكثر لمساعدة حل الدولتين. شادي عثمان المتحدث اسم الاتحاد الأوروبي، شكرا جزيلا على وجودك معنا وأطلنا عليك، نعرف ذلك. ننتقل وإياكم لنرحب بضيفنا التالي السيد واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. السيد واصل مساء الخير، أهلا بك معنا. مساء الخير، اهلا وسهلا لك ولصديق الان نعم السيد واصل جميعا. انتقل معك بالحديث، انت والسيد شعوان، عندما افتح معكم الان بلف القرار الاسرائيلي القاضي بتجديد اغلاق عدد من المؤسسات الفلسطينيه في القدس المحتله. سيد واصل، حقوقيا اسال في البدايه سيد شعوان، من الجانب الحقوقي هم يقولون بانه هذا قرار نحن نقوم بتجديده كل 6 اشهر، لكن هذه المرة النكهة انتخابية وقد عاد أردن يريد أن يسوق نفسه أمام الجمهور الإسرائيلي. من بين بعض المؤسسات التي تم إغلاقها هي مؤسسة اجتماعية اقتصادية أيضا، كيف تنظرون لهذا الموضوع ونحن نتحدث عن أراض في 67؟ شوف، تشكيل الجمعيات وحرية العمل النقابي وتشكيل الجمعيات والنقابات وغير ذلك، هذه تعتبر من الحقوق الأساسية واليوم لها صفة الدستورية في كل دول العالم إلى حد ما. دولة الاحتلال عندما تقوم بذلك هي تقوم لأسباب سياسية، السبب السياسي الأساسي هو أنهم لا يريدون أي تواجد فلسطيني فاعل اجتماعي سياسي يعزز الهوية الوطنية الفلسطينية في القدس، هم يريدوا تهويد القدس، هم يريدوا هناك غلبة يهودية في القدس وإنهاء الطابع العربي في القدس بكافة النواحي وكافة المجالات. موضوع النقل القسري للسكان ودفعهم للخروج خارج القدس هذه مسألة تقع في صلب السياسة الإسرائيلية، وبالتالي إغلاق المؤسسات هو يأتي في هذا الإطار. موضوع إغلاق المؤسسات ليس حدثا عابرا جاء للحظة ما معينة مؤقتة، إنما جاء في إطار سياسة رسمية لموضوع محاصرة الوجود الفلسطيني بالقدس. عنوان التمثيل الفلسطيني مسألة مهمة، التمثيل الرسمي مسألة مهمة، بيت الشرق كان يشكل بعد تمثيلي فلسطيني، فبالتالي هم بدهم يضربوا البعد التمثيلي الفلسطيني. موضوع المؤسسات المجتمع المدني هو موضوع حيوي وتمثيلي في ذات الوقت وفاعل في إطار المدينة، هذا جزء من الهوية. اسمح لي أن أنتقل أيضا إلى السيد واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية. سيد واصل، أكرر ترحيبي بك مرة أخرى في الوقت المتاح لهذا الملف بالتحديد. الوقائع يعرفها القاسي والداني، كيف تتصدون في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وفي كل الخطوات السياسية والاتصالات لهذه الإجراءات الإسرائيلية، من تمييز، من إغلاق لمؤسسات القدس، وقف عمل بعثة التواجد الدولي، والكلام يطول عن الانتهاكات الإسرائيلية، ماذا تفعلون وفعلتم للتصدي لهذه الإجراءات؟ بالطبع كما تم الإشارة، ما تقوم به حكومة الاحتلال هو جرائم ضد الشعب الفلسطيني سواء في المدينة المقدسة أو في كل أراضي فلسطين المحتلة، وبالتالي يعني إغلاق المؤسسات الوطنية في القدس وتمديدها
كل 6 أشهر. هذا الأمر يعني يجعل من محاولة من قبل الاحتلال لطمس أي إمكانية الحديث عن بؤر وطنية داخل المدينة المقدسة وعناوين وطنية. شعبنا الفلسطيني في المدينة الذي يعزز صموده على الأرض ويحمي المدينة المقدسة ويحمي المسجد الأقصى المبارك كريستو القيامة، وكل ما من شأنه أن يتم إجهاض كل الخطوات وتقويضها الذي يقوم بها الاحتلال من أجل تهويد المدينة بشكل متسارع. لذلك الاتصالات كانت تجري بشكل مستمر، رفض للموقف الأمريكي الذي أعلن عن القدس عاصمة الاحتلال ورفض أي إمكانية المساس بالقدس كعاصمة لدولة فلسطين. ونحن نعتقد أن كل هذه الجرائم لابد أن يتم متابعتها على 3 مستويات. المستوى الأول هو المستوى الشعبي والجماهيري الذي يتخطى بكل مواثيق مقومة لكل محاولات الاحتلال لفرض وقائع على الأرض لتهويدها لمستضعفات الأراضي لهدم البيوت لكل ما من شأنه يعني يخرط الوجود الوطني في المدينة المقدسة. والأمر الثاني هو ما أعتقد أن هذه الجرائم لابد أن يتم متابعتها أمام المحكمة الجنائية الدولية التي بالطبع يعني هناك جرائم موصوفة وهناك جرائم يقوم بها الاحتلال سواء فيما يتعلق بالاستيطان الاستعماري أو غيرها وسياسات القتل والتصفية التي يقوم بها. سيد واصل اعذرني هنا على المقاطعة في دقيقة من الوقت المتبقي، هل تتوقعون أن يتم الاتجاه لطلب بعثة من الأمم المتحدة أو تتبع مباشرة للأمم المتحدة بدل بعثة المراقبة الدولية؟ وماذا عن توقعاتكم حيال الجلسة المغلقة يوم الأربعاء في مجلس الأمن عن الموضوع ذاته؟ يعني هذا أحد الآليات المتبعة في عملية التأمين وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. نحن سعينا من أجل متابعة مع الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، وكان قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة طلب من الأمين العام أن يقدم تقريرا حول الآليات المتبعة في عملية توفير هذه الحماية الدولية. حتى الآن لم يتم ذلك، لا ندرك تماما مدى الكيد الذكيرين عندما يتعلق الأمر بالاحتلال. نحن نرحب بأية قوات دولية لتحمي شعبنا الفلسطيني أمام جرائم الاحتلال المتواصل أو أي آليات أخرى لها علاقة بالأمم المتحدة. وأنا بعتقد إغلاق مقر الأمم المتحدة التف في الخليل هو يأتي في سياق محاولة طمس أي معالم أو شطب أي إمكانية للحديث عن وجود دولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة لتوثيق حتى على صعيد توثيق جرائم الاحتلال المتواصلة وجرائمه المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني. هذا الأمر لابد أن يكون مسؤولية مضاعفة على المجتمع الدولي، وهذه المسائل والشهود التي تبذل مع العديد من أطراف المجتمع الدولي من أجل توفير ذلك. شكرا جزيلا السيد واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، كنت معنا عبر الخط الهاتفي. الشكر موصول لك السيد شعوان جبرين مدير مؤسسة الحق على وجودك معنا هنا في الاستوديو، وأيضا أشكر كل من السيد خالد دودين نائب محافظ الخليل وسيد عماد حمدان مدير عام لجنة إعمار الخليل على وجودكم جميعا معنا في هذه الحلقة من ملف اليوم. الشكر موصول لكم سيداتي وسادتي، دوما أطيب المنى وإلى اللقاء.